أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادي. وعقب الإدلاء بصوته أكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة تسهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية هي حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، وأن انتخاب رئيس البلاد هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور.